رضوان السيد، وأنا أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وآتي كثيرا إلى المغرب، أحضر مؤتمرات الرابطة وأكتب في مجلاتها، وعلماء المغرب من الرابطة ومن القرويين أكثرهم أصدقائي. واليوم أرى أن هذه الندوة في تفكيك خطاب التطرف شديدة الأهمية، لم يجري مثلها في المغرب قبل الآن على هذا المستوى، بمعنى الرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية والهيئة العالمية لعلماء المسلمين. لذلك هي أعلى المرجعيات الدينية والعلمية تشتغل على تفكيك الخطاب وعلى جمع، يعني بحشد هذا الجمع من العلماء للتفكيك وبالتوازي التجديد لأساليب المواجهة ولأساليب المعالجة، لأن هذه المؤسسات الدينية هي قوة ناعمة، وقوتها في عملها التنوير والتشاور والهداية لإسلام الاعتدال وإسلام الوسطية لاستعادة السكينة في الدين بعد هذا التطرف العنيف الذي حصل عندنا والاضطراب الذي حدث في بعض الدول العربية لأسباب مختلفة منها هذا التطرف.